تحياتي لكل اخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. رضا عبد العال عايز جنازه ويشبع فيها لطم، وحبذا بقى لو الجنازه دي تخص النادي الاهلي، يفضل يصوت ويولول وكأن النادي الاهلي ده جوز امه، ولا كأن النادي الاهلي ده عدوه، ولا كأن النادي الاهلي ما كانش فيه عيش وملح قبل كده ولحم كتافه من خير النادي الاهلي. لولا النادي الاهلي رضا عبد العال ده كان اتنسى وما كانش بقاله اي تاريخ، وكان اترمى وكان اعتزل كوره، ولكن النادي الاهلي انقذه من المرار الطافح اللي شافه في نادي الزمالك. وجيزات النادي الاهلي يطلع رضا عبد العال يقل ادبه على النادي الاهلي، ورضا عبد العال يشكك في النادي الاهلي ويبتدي يقلس ويتريق على النادي الاهلي. مش هطول عليكم في المقدمه بتاعتي، تعالوا نطلع ونسمع ونشوف رضا عبد العال قال ايه، وتعالوا لي تاني عشان احنا هنفند الكلام اللي هو قاله وجهله بالقانون وجهله بالكلام اللي هو بيقوله. بس العيب مش عليه، العيب على مهيب اللي المفروض يرد عليه، بس الله اعلم يمكن مهيب جاهل زيه وما يعرفش اللي احنا هنقوله. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف رضا عبد العال قال ايه، وتعالوا لي تاني عشان هنرد عليه رد واضح وصريح وبالمنطق وبالقانون وبالعقل. بس ما تنساش عزيزي الاهلاوي وتدعمنا بلايك وشير للفيديو، لو اول مره تشوفني اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصلك كل جديد بينزل على قناه الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف رضا قبل رضا الهجاص قال ايه، ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا. يلا بينا. بقى بيان النادي الاهلي النهارده وتعليقك على ان النادي الاهلي عايز يعيد مباراته امام البنك الاهلي. يلا. طبعا لو كانت مباراة الزمالك ضد نادي المقصر من 3 سنين اللي هي كانت الكرة على مرأة ومسمع والناس كلها شافتها كانت اتعادت، كان لازم الاهلي يطالب بالاعادة زي دي. واخد بالك؟ لو تعادل احنا هنشتغل بقى امبارح لا ماشي. ما انت دلوقتي بص، ما انت شايف ان الكرة اصلا، انت عارف مين اللي عامل الفتنة في الموضوع ده كله؟ الناس اللي بتطلع للأسف وتغير ضميرها وتقول لك، يعني مثلا يقول لك ايه، لا الكوره تبقى جون. طب ما انت نفس الحكم اللي انت او المحلل اللي انت قلت على ماتش الاسماعيلي لا البروتوكول لازم يتدخل هنا. ما انت قلت الفار لازم يتدخل هنا ولازم يتدخل هنا، لان الكوره ما وقفتش. هي اسمها ايه؟ ضربه ثابته، كوره ثابته، هي متحركه، هي رمال متحركه. يعني الكرة اللي واقفة مثلا والرمال هي اللي متحركة هي اللي خدتها؟ لا، ده الكرة ما تثبتتش وماشية وقام الراجل عاملها. ردك عايز رد؟ لا طبعا طبعا. لو قعد يبقى انت زي ما كريم بيقول لك تعيد الدوري من 3 سنين. لا استنى بس، في بيقول لك تعيد ماتش الزمالك والمقصة، تعيد ماتش المقصة وتعيد ماتش البنك والمصري ومش عارف طب ايه تفسيرك ان النادي الاهلي قدم طلب بإعادة المباراة؟ هو تفسير الوحيد ضغط، هو عارف ان يعني ما في عمرها ما تعرف ان هي عمرها ما هتتعاد. خلاص ده الحكم صفر. هل هو حفظ حقوق؟ لا، هل هو ان هو يعني اضغط هنا أو لا بيركز الضوء على ان في هنا خطا كبير، خلي بالكو انا اتظلمت في الهدف ده. هو إيه؟ الاهلي مستني ان يكسب جون مش صحيح 100%. ده على فكره البنك في الماتش ده مضيع اكتر من النادي الاهلي. تمام، والاهلي مضيع برضه مش بقيمه البنك الاهلي عشان نكون واضحين وصراحه، واخد بالك؟ بس هي النادي الاهلي بيضغط هنا عشان ماتش يوم الاربعاء. ماشي، ده على فكره البنك في الماتش ده مضيع اكتر من النادي الاهلي. تمام، والاهلي مضيع برضه مش بقيمه البنك الاهلي ان هو يعمل يعني اللي انت عايزه، ان هو يأدي اعمل اللي انت عايزه. كل نادي حر بس في السليم، في المعقول، في المعقول. لان هقول لك على حاجه، لو المباراه دي اتعادت مصر، لا المباراه اتعادت، انا بقول لك هتفتح النار على الدوري. بس خلاص بقول لك، هو عشان كل واحد بقى هيجي يقول لك انا النادي ليا. ما هو كريم بيقول لك انا ليا لمسه يد والزمالك، ما انا بقول لك اهو، ده مش هو بس. اوباما في سموحه كره اتردت، لا كده ليه الماتش المصري الفاول اللي ما اتحسبش اللي هو كان المفروض الراجل راح كده، يعني في حاجات كتيره. كله بقى نادي هيجي يجيب لك مستنداته، ده انت هتلاقي يعني فضايح للركب بقى. تمام، كل واحد بقى، ده انت بعد كده هتلاقي ان مفيش تحكيم في مصر لو كل واحد جاب الاخطاء بتاعته. ده في فرق اتظلمت السنه اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها والسنه دي، وبتدفع ثمن الغلطات دي بالهبوط. رضا عبد العال قال لك
النادي الاهلي مش كان بيلعب على الرمال المتحركه ده، الكره المتحركه لازم الهدف ملغي، الهدف غلط، الهدف مش عارف ايه، مباراه اللي تتعاد، لا مفيش حاجه اسمها مباراه تتعاد، والنادي الاهلي بيضغط والنادي الاهلي مش عارف بيعمل ايه، ولو اتعادت المباراه هتفتح فضايح للركب. وقال لك نادي الزمالك كان ليه كوره في المقصه لما الواد عمل ايده كده. هو يا رضا انت مش فاهم ما بين الخطا الفني في المباراه لخطا حكم وما بين تخصص للفار ان هو ما عندكش حق ترجع لكده. وهل انت بتساوي لي كوره ضربه جزاء اتلعبت بالايد ممكن اصلا تتصد وما تجيش جول، ومو الحكم ما شافهاش واخطا وما كانش اصلا في فار؟ يعني ايام ماتش المقصه وايام ماتش الزمالك لما الواد عمل بايده كده وكان جهاد جريشه ما شافهاش، ده جهاد جريشه لو اول واحد شافها كان عمل كده وده طرد للاعب، كان ما شافهاش، لكن ما كانش في فار يستدعيه يقول له تعالى ده في كذا، ما كانش في الكلام ده. انت بتقارن ما بين كوره في تطبيق القانون غلط، تطبيق البروتوكول الفار غلط، وكوره لمست يد او طب ما هو النادي المصري لكوره ضربة الواد الونش لما قسم المهاجم المصري وراح الحكم للفار وشايفها بعينه بعينه وقال لك لا ما فيهاش ضربة جزاء، ما فيهاش، بس الحكم الفار قال له تعالى شوف عشان في كذا، هو مرضيش. ليه؟ لانه هو مش عايز يدي مش عايز يدي المصري حقه، عايز يظلم المصري عشان الزمالك يفوق ويبقى قادر يعوض الهدف اللي جه فيه. فما ينفعش تقارن لي لعبه النادي الاهلي بلعبه الزمالك والمقصه، لان ده في فرق بين خطا فني من الحكم وان تعدى على البروتوكول وان هو خد البروتوكول. يا رضا عبد العال وحياه امك يا شيخ وحياه عيالك، لو الكره دي للزمالك واتلعبت كده هو عملها، هقول لك يا عم فيها ايه، عمالها ايه الكره بتتنطط، المهم مش اتلعبت في مخالفه، ايه يعني بتتنطط، ما كلنا بنعمل الكره كده وبنلعبها، حارس المرمى بيعمل الكره كده وبيلعب، مش كنت هتقول كده؟ والله العظيم كنت هتقول كده. انما اي حاجه للنادي الاهلي لا، بتعمل لك جنان، بتجننك، ما اعرفش النادي الاهلي عامل لك ايه. يا عم انا لو اشتغلت في شركه او في مكان وكلت فيه عيش وملح ومشيت منه عمري ما ههين وعمري ما هقل ادبي على المكان ده، هقول المكان ده في يوم من الايام انا تشرفت ان انا كنت متواجد فيه. ما ينفعش ان انت تطلع ويبقى كل الكره والحقد على النادي الاهلي بكده. مثلا هنفهم كره وحقد جمال عبد الحميد مثلا، لان النادي الاهلي لما لقي سلوكه غير سوي ولقي سلوكه كل يومين والتاني مع واحده وكبرهات ورقصات قال له لا خلاص مع السلامه، وكان مصاب ونادي الزمالك اخده. نفهم مثلا الغل، على الرغم ان النادي الاهلي معاه حق، نفهم الغل من خالد الغندور واحمد جمالات والمرتزقه وهزاز الرؤوس عشان بياكلوا عيش من كده. انما انت يا مرتضى، يا رضا، رضا مرتضى ماشيين مع بعض، انت يا رضا عشان مرتضى عمل لك يافطه حديقه رضا عبد العال للاطفال ومراجيحه وبتاع، لازم تطلع تهاجم النادي الاهلي في مقابل الحديقه وحته الخشب اللي يعني متر في متر اللي بتطلع تتكلم عليها؟ يعني انا مش فاهم ازاي واحد يبقى جاهل ومتصدر المشهد، ازاي بتصدر جهلك للناس؟ في فرق بين كره لمست يد وكره عرقله بين انك ان انت في تطبيق غلط للفار، الفار مش من حقه يتدخل، تدخلني ليه في لعبه في كوره الكوره ما جاش منها هدف مباشر، وكل المحللين الرياضيين اللي بيفهموا كوره قال لك هدف النادي الاهلي صحيح ولا يحق للفار العوده للفار لان مش من حقه. مفيش غير جمال الشريف عشان ابقى امين معاكم قال ان قرار الحكم صحيح بالعوده للفار، مش عارف ايه. جمال الشريف ده في ماتش النادي الاهلي والوداد كان اظهروا ليه ضربه جزاء وعدت، وحتى ابو تريكا كان قاعد في الاستوديو التحليلي قال له يا كابتن الكره دي ضربه جزاء، قال له لا لا ما فيهاش حاجه ومش عارف ايه، واللاعب بيلعب على الكوره، وقال له مين وصل للكوره الاول، قال له اظهر، ولكن قاعد يحور ويمور وقال لا مش ضربه جزاء. تعدي الايام بعد شهر اتنين تلاتة اربعة تيجي كرة في الدوري الاسباني اخت الكرة بتاعت وليد ازارو مع امام الوداد، يروح ابو تريكة والله العظيم من الاستوديو التحليلي انا فاكره، يروح ابو تريكة مفكر الشريف يقول له تفتكر يا كابتن الكرة دي شبه ايه؟ قال له لا مش لا اتذكر يا كابتن، قال له زي كرة وليد ازارو اللي كانت امام الوداد المغربي، قال له مش فاكر وعمل عبيط.
فجمال الشريف يعني اتجاهاته معروفة، ويعني آراءه ضد النادي الأهلي بشكل مستمر، فمش هناخد على كلامه. لكن جمال حيمودي أكد إن الكورة ضربة، الضربة اللي اتلعبت والنادي الأهلي لعبها وكده، الهدف صحيح. المباراة ممكن ما تتعبش، لكن الهدف صحيح. جمال الغندور أكد إن الهدف صحيح. ياسر عبد الرؤوف قناة الزمالك أكد الهدف صحيح. خالد الغندور نفسه أكد الهدف صحيح. نعمل ايه تاني؟ يعني لجنه يعني الاتحاد الكره المصري الفاسد راح يجري على الفيفا ويقول لهم عيدوا لنا الماتش، احنا عايزين نصعد على حساب السنغال عشان ليزر وعلشان ازازه اترمت في الملعب. طيب ما بالك بقى بتطبيق قانون غلط في اللعبه. قانون قال لك ما تروحش تلغي كذا كذا لما يبقى فيه كذا. هو الماتش مش هيتعاد عشان نبقى بس صراحه، ولكن ده انا بسلط الضوء الاخضر ليه؟ حكام الفار يا اخوانا، لا حكام الفار فعلا في توجهات. يجيب لك الكرة، يعني الكرة فاول مليار في المية وطرد للونش في ماتش المصري، والحكم يقول لك لا العب وروح مد يا عم انت شفتها منين؟ ما الناس شايفاها زي ما انت شايفها. يعني الناس لقطة الفار اللي بيشوفها الحكم هي اللي بتطلع على الشاشة للجماهير، اهي باينة اهي، ودي ضربة جزاء. والكرة بتاعت الماتش الأخير بتاع طلائع الجيش، حتى والزمالك في احتواء برضه بيتغلب، الكرة اللي اللاعب الونش ولا مين ضرب باللاعب في ركبته ونزل، كله قال لك ضربة جزاء. جمال الغندور واسمه ايه ده في قناة نادي الزمالك قال لك ضربة جزاء. ياسر عبد الرؤوف الموضوع بقى زايد عن حده. انا بعترض وبطلب اعادة المباراة، ما انا عارف ان المباراة مش هتتعاد، ولكن بضمن حقوقي. ولكن انا بطلب النادي الاهلي مرة واثنين وثلاثة وعشرة. يا نادي اهلي، انت مش قلت هجيب حكام اجانب بالفار بتاعها بكله بحلوياتها بسلطاتها ببابا غنوجة على رأي عمرو أديب؟ بمناسبة عمرو أديب، احنا الفيديو اللي بعد ده بتاع عمرو أديب، علشان ايه الناس اللي بتتفرج عليها تبقى عارفة ان في عمرو أديب جاي بيتهيأ بيعلق على الهدف وفي مفاجأة آخر الفيديو. عايز أسأل بس سؤال، النادي الأهلي مش قال ان انا هجيب حكام أجانب بعد ماتش المصري اللي كان فيه حالتين طرد وكان فيه ضربتين جزاء صحاح 100% للنادي الأهلي؟ فين بقى؟ ما جبتوش ليه؟ ده اللي انا اعرفه. كابتن خطيب طول ما هو بيمشي وبيسمع كلام الاتحاد المصري هيقع على وشه. النادي الاهلي هيقع على وشه. زي فاكرين لما بعتنا اللعيبه بتاعتنا للمنتخب الاولمبي وبعد كده لعبونا ضاغطين ورجع لنا اللعيبه متصابه وكان ايام سودة، ما بناخدش غير من المنتخب غير الاصابات والمشاكل، ويا ريت بيفلحوا الا بيطلعوا بشكلهم منيل ب 600 نيله. انتهى الفيديو بتاعنا. بنقول لرضا عبد العال يعني سبوبة ماشية ويومياتك ماشية ومرتضى بيه راضي عنك، قول كمان، لكن لما يبقى حاجة ضد نادي الزمالك تخيط بقك ما تتكلمش. تتكلم بس عن المدرب، تقول لي اللاعب ده مش عارف ايه، لكن تتكلم وتقول ان نادي الزمالك بيجامل تحكيميا وان هو خد الدوري السنة اللي فاتت بالحكام، لا. انتهى الفيديو بتاعنا. ما تنساش عزيزي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير للفيديو. لو أول مرة تشوفني، أول مرة تتابعني، أول مرة تخش قناتي، اشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتختار كل الإشعارات عشان يوصلك كل جديد بينزل على قناتنا قناة الأهلاوية على اليوتيوب. بشكركم مرة واثنين وثلاثة عشرة. كان معكم أخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.